مشاهدينا أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري وإلى تفاصيلها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة بنسبة حوالي 20% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35% مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها يوم 13 مارس الماضي بلغ 107 سفن بحمولة 6.3 مليون طن. كما عرض الفريق أسامة ربيع محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى جهود الهيئة لتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكركات حفر في ضوء محورية دورها في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية بهدف الاستمرار في أدائها المتميز المشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الجهود الجارية لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد الحديثة في مصر بهدف زيادة الإنتاج من صيد الأسماك في السواحل والبحيرات المصرية. كما تم تناول مسار تنشيط سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها وتزويدها بالخدمات اللازمة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تطوير هذا القطاع المهم من مختلف الجوانب، سعيا لأهمية الاستثمار الأمثل للمزايا الطبيعية التي تتمتع بها مصر في ضوء موقعها الجغرافي الفريد على البحرين المتوسط والأحمر. أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن إدانته واستنكاره لصور الانتهاكات المتكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى. وقال رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين ما هو إلا تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كفة. كان اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين ما هو إلا تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة، كما أنه تصعيد خطير غير مقبول ولن ينتج عنه إلا مزيد من الاحتقان وتفاقم للعنف وتقويض لجهود التهدئة التي تسعى لها مصر في ظل شراكة إقليمية ودولية. ونحن إذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء السافر على القيم الإنسانية والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية، نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيدا من التوتر والعنف. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المتابعة المستمرة للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال.
شهد الاجتماع استعراضا لمختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأساس وفقا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية. نقل وزير الخارجية سامح شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس. جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء اليونان لوزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم حاليا بزيارة إلى أثينا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الرسالة استعرضت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان والتطلع نحو دفع التعاون في إطار الآلية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات المصرية اليونانية على مدار 9 سنوات، مشيرا إلى الاتصالات القائمة مع اليونان على جميع المستويات. شدد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دانديداس عقب جلسة مباحثاتهما في أثينا اليوم، شدد على تأكيد الجانبين على تطوير العلاقات بين البلدين لتحقيق الاستقرار والسلام بالشرق المتوسط. الاتصالات القائمة على كافة المستويات، مستوى القيادتين، مستوى وزراء الخارجية، على المستوى الفني، هي كلها تبرهن على مدى التطور للعلاقات الثنائية المصرية اليونانية عبر 8-9 سنوات الماضية وما وصلت إليه من استقرار وعمل كثيف مشترك لتعزيز هذه العلاقة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني. هذه علاقة هامة على أسس وقواعد راسخة من العلاقة التاريخية القائمة بين الشعبين والمودة التي هي سمة للشعبين تجاه الآخر والتواصل المستمر عبر القرون ونراه وأثره في تنمية هذه العلاقة وفي استقرارها. تأكيد أنه مباحثاتنا دائما تتسم بالشفافية بالمصداقية، نتحدث بدون قيود لأن مصالحنا مشتركة، سياستنا متجانسة، أهدافنا متسقة مع تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق المتوسط وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وسعينا هو لتحقيق مصالح شعوبنا وازدهارها وإيجاد وسائل التعاون التي توفر ذلك. استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية بزعم إطلاقهما النار على مستوطنة قرب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية. هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت شابا ثالثا مصابا برصاص في الكتف إلى مستشفى رفيديا الحكومي للعلاج، فيما منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الاقتراب من الشهيدين الفلسطينيين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحكومة ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز بحلول نهاية الربع الثاني من العام. هذا وأكد الرئيس الروسي أن الاتجاهات الإيجابية في شتى قطاعات الاقتصاد تكتسب زخما بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية على الرغم من العمليات العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو. هذا وأشاد بوتين بمتانة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية. كشف عسكريون روس أن القوات الروسية تسيطر الآن على أكثر من 80% من مدينة بخموت في شرق أوكرانيا. وتحاول روسيا منذ شهور السيطرة على بخموت في واحدة من أكثر المعارك دموية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا قبل أكثر من 13 شهرا. قالت وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي أن القوات الروسية سيطرت على الضفة الغربية لنهر باخموت، ما يعرض طريق إمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية للخطر. قال
وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أكد في مكالمة هاتفية أن واشنطن ما تزال تدعم جهود كييف في مواجهة روسيا وترفض محاولة التشكيك في قدرتها العسكرية. جاء تصريح كوليبا بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست صدر في الآونة الأخيرة، قدم تقييما متشائما لمسؤولي المخابرات الأمريكية لقدرة كييف على استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى هولندا، هي الأولى لرئيس فرنسي منذ 23 عاما. أقيمت مراسم استقبال رسمية لماكرون وزوجته، كما قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية. من المقرر أن يلقي ماكرون كلمة تتناول المستجدات على الساحة الأوروبية في معهد نكسوس الهولندي في لاهاي. بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة خارجية تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى 25 لتوقيع اتفاق بلفاست الذي يعود إلى عام 1998 والذي أنهى الحرب الأهلية بين البروتستانت المؤيدين للاتحاد مع بريطانيا والكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا. بدأ أكثر من 17,000 جندي فلبيني وأمريكي أكبر مناورات عسكرية مشتركة وسط مخاوف مشتركة إزاء تزايد نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تؤكد التدريبات السنوية الموسعة على تحسن العلاقات الدفاعية في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن بعد أن قلص سلفه نطاق التدريبات في مسعى لتوطيد العلاقات مع بكين. لأول مرة ستجري الفلبين والولايات المتحدة تدريبات بالذخيرة الحية في البحر خلال المناورات والتي تستمر لمدة 3 أسابيع. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنهى بشكل رسمي حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أعلنت بسبب فيروس كورونا. وأفاد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن وقع على قانون أقره الكونغرس في وقت سابق ينهي بموجبه حالة الطوارئ المتعلقة بالوباء التي جرى بمقتضاها توفير دعم استثنائي للنظام الصحي في البلاد استمر لأكثر من 3 سنوات. ويضع هذا القرار حدا للتمويلات الكبيرة على اختبارات كورونا واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى. قالت رئاسة كوريا الجنوبية إن عددا كبيرا من الوثائق الأمريكية المسربة مزور. وأشار بيان صادر عن الرئاسة الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي أكد خلال اتصال هاتفي أن عددا كبيرا من الوثائق التي تتحدث عن كوريا الجنوبية وارتباطها بالأزمة الأوكرانية قد تم تزويرها. ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة. يهدف مشروع القانون لاستكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استأنف خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة بدأت بمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، حيث أعرب النواب عن موافقتهم عليه في مجموعه ومن حيث المبدأ، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي للجلسة القادمة. الدور الوطني اللي بتقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن ومواكبة كل التغيرات واللي بتحدث في الوطن
نتيجة للأعمال تطوير اللي بتتم. تطلب هذا الأمر استحداث سياسة أمنية جديدة ترتكز على مفهوم الأمن الشامل. حقيقي أن الدولة بدأت في نهج استراتيجية جديدة للتطوير في كل المجالات والوزارات، ومن ضمنها وزارة الداخلية. طبعا القانون ده جه لتعديل بعض الفقرات وأخذ بالعلوم الحديثة، وأن القوانين بتيجي كلما احتاجت الدولة ليها أو الظروف ليها. ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض أسماء وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية، ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية، وذلك أثناء دراسته بالأكاديمية. وهكذا يواصل مجلس النواب دوره التشريعي لخدمة المواطن والحكومة في تحقيق التنمية بكافة المجالات في جميع ربوع الوطن. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أشاد عدد من النواب بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، مؤكدين أنه يستهدف تعزيز قدرات جهاز الشرطة بشكل علمي. القانون بيستهدف يمكن توظيف العلم في لخدمة أغراض الأمن، وأيضا الحقيقة تعديل بعض ضوابط منح درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الشرطية وغيرها من التعديلات. الحقيقة يمكن أهمها الحقيقة استحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية في العملية الأمنية وفي العلوم الشرطية، ودي الحقيقة حاجة كويسة جدا. احنا نستعين بالعلماء في هذا المجال. يأتي هذا القانون في إطار ما يحدث من تطوير لتعزيز قدرات جهاز الشرطة المصرية الوطنية، وكلنا شفنا إلى أي مدى كان لهذا الجهاز دور وأثر كبير في حفظ الأمن واستقرار الأمن في الجبهة الداخلية المصرية. في الحقيقة خلال السنوات الأخيرة صدر عدة قوانين من أجل تحسين الأداء، من أجل تعزيز القوى البشرية، وشفنا كلنا إلى أي مدى النهاردة القبول بيشمل كل فئات المجتمع. النهاردة في استهداف للكفاءات، في استهداف لتعزيز القدرات، في استهداف لتعزيز المهارات. يأتي هذا القانون في هذا الإطار. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن فتح مكة له دلالة عظيمة، فهو رمز لعظمة وسماحة الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. له أكثر من دلالة. الصورة الوحيدة التي سميت بصورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبيدا. أكثر العلماء وأهل التفسير على أن المقصود بالفتح هنا الحديبية، والصلح نول من الفتح، والإسلام ليس متشوفا لأراقة الدماء، وسمى الصلح فتحا مبينا. ويوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لأهلها قولته المشهورة: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما سمع قائلا يقول: اليوم يوم الملحمة، قال: اليوم يوم المرحمة. فديننا دين التراحم، دين الرحمة، دين الإنسانية. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية بزفتة بمحافظة الغربية. شملت القافلة الطبية حملة للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة عينيك فعنينا للحد من مسببات العمى، وذلك في إطار خدمة أهالينا في المحافظات. انطلقت قافلة عينيك في عينينا اللي بينفذها البنك الأهلي المصري ومؤسسة صناع الخير للتنمية لتقديم خدمات الكشف
وصرف العلاج، تشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية لكل أهالي زفتة بالمجان تماماً. مبادرة عينيك في عينينا من المبادرات اللي احنا شغالين فيها مع المؤسسة، بنستهدف 100,000 حالة على مستوى جمهورية مصر العربية. البنك الأهلي الحقيقة بيشتغل مع كل مؤسسات المجتمع المدني عشان نقدر نغطي أكبر عدد على مستوى الجمهورية. ينظم صندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة لرعاية 1000 أسرة مستحقة وتوفير ملابس العيد لهم بمدينة سفاجة. هذا وسوف يتم افتتاح المعرض على مدار يومين الأربعاء والخميس القادمين، وسيتم توفير 10,000 قطعة ملابس لمختلف الأعمار بالإضافة لمفروشات وبطاطين وأدوات مكتبية متنوعة. يأتي المعرض ضمن سلسلة معارض أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق لرعاية مليون مواطن. قالت وكالة فيتش العالمية أن تجارة التجزئة الإلكترونية في مصر سوف تسجل نموا قويا على مدى السنوات القادمة، مدعوما بإمكانات وصول قوية إلى الإنترنت في المناطق الحضرية وتحسين الخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته. وأوضح التقرير أن قطاع تجارة التجزئة في مصر يتطور بشكل مضطرد ويتجه لتحقيق نمو قوي على خلفية ارتفاع معدلات الاستثمار في هذا القطاع. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا، وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدية أو المستوردة سليمة وآمنة وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها. وأشارت الهيئة إلى شن الحملات التفتيشية ورقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع مسؤولي شركة سوميتومو اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بحث الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في مصر خلال الفترة المقبلة. كما بحث الجانبان أوجه الدعم والتسهيلات للشركة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة في تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات وتحويل مصر إلى محطة رئيسة في سلاسل الإمداد العالمية. توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام الذي يلي 2024. ورجح الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن تبلغ معدلات التضخم في مصر 21.6% خلال العام المالي الحالي، لتتراجع إلى 18% في عام 2024. حققت حملة تحدي الخير التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة نجاحا كبيرا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تأتي تحت شعار في رمضان الخير خيرين. تستهدف الحملة تشجيع رجال الأعمال والفنانين على الانضمام لتحدي الخير بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، واحتفالا بيوم اليتيم من أجل إسعاد الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم. هذا وقام عدد كبير من الفنانين
ورجال الأعمال بإعلان استجابتهم للحملة والمشاركة مع المؤسسة في تحدي الخير. وفي السياق ذاته عززت المؤسسة من خلال مقراتها في كافة المحافظات ومتطوعيها، وقامت بتجهيز احتفالات للأيتام وتوزيع هدايا ومساعدات غذائية عليهم، فضلا عن تنفيذ أنشطة ترفيهية وثقافية من أجل إسعادهم. وصلت القافلة العلاجية لمديرية الصحة بأسوان أعمالها ضمن مبادرة حياة كريمة بمنطقة السد العالي. تم خلال القافلة الكشف وصرف العلاج بالمجان ل 1563 حالة مريض وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لعمل أشعة رنين مغناطيسي وإجراء العمليات الجراحية. وعبر المواطنون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وفر لهم القافلة العلاجية بمنطقة السد العالي. معنا عبارة عن 10 عيادات زائد معملين طفيليات ودم ومركز أشعة، يعني عربية أشعة X-ray. العلاج طبعا بالمجان، الكشف والعلاج بالمجان، معانا اكتر من 120 نوع دواء، ولو الحاله محتاجه رعايه تانية او ثالثه بنحولها لاقرب مستشفى تابع لمديريه الصحه باسوان. مبسوطين القافله جات لنا النهارده، الكشف مجانا والعلاج مجانا بصراحه، وكل حاجه مرتاحه هنا، ويا ريت يجيبها لنا يكررها لنا كذا مره مش مره واحده بس. شاكرين يا ريس على الاعمال اللي معتمدها معانا دي وبتاع الغلابي، ربنا يبارك فيك ويديك الصحه ويخليك لمصر، ربنا يحفظك من كل شر وسوء. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية علاجية بمركز صملوط بالمنيا في إطار الاهتمام بأهالي المحافظة. هذا وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لأهالي المحافظة وصرف العلاج لهم بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أما عن حالة الطقس مشاهدينا، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتد على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للبرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا، وصلنا إلى ختام جولة التاسعة من التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة لا يزال مستمر مع حضراتكم ويوسف الحسيني.